هلا مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبة شرفونا، لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا، وهم بالمشاعر شاركونا. بهدي سلامي لا يسمعون السلامي من قلبي وفي ممشاد بغداد ناسي على الوباب هم يشد الحزام، واهل الكرم والجود من مكر الاحرام، وابغى السموحه ان خطيت بكلامي اللي خفيته بالصدر بينتها اشعار. مرحبا بالجميع، أهلا بمن أكرمنا وشرفنا بحضوره، مرحبا بكم جميعا. كما لا يفوتني أن أرحب بأبناء أسعد أبو طالب، فلمسة وفاء منهم لحضورهم لهذه المناسبة. أفراد مرور المدينة متقاعدين، وجزا الله الأخ نواف غويزي خير الجزاء. نواف بن غويزي بن صاط الردادي. مرحبا في مرحبا بزملائنا والضيوف، باسم من قاد المهمة وقال إلى نهالا. السلام اللي توصل لك لو جماعة عندهم قطينة من بعيد وقريب، يوم الزمان الشين والوقت مساء الداج مارج بشتا، واللي هي بيوبوا فيها الضلع العسير المعداه وبكاك حبلة النشاب، والنشيد مثل الجدي ما يجهل كل من تاه، والغابة من الكواكب تغيب عزمة جمل، دايم بعيد المعشاه شيال حمل للخلاء، ما يهيب تستاهل التقدير والوجه والجاه عزوتي يوم الطلب، والطليب جاك الكلام الجد ما هو مناجاه، وخاف من رب علينا رقيبي والله الشعر توه، ولو وصل منها هو يصعب على اللي يجد له من قريب. اخوكم الشاعر نافي بن سعيد الذياب الرشيد. الليله من ليال الحياة اجتمعت وانيا من قريب وبعيد، اتواصل ما شاء الله عادة كل عام، اجتمعت وانيا من بعيد وقريب. عايش رشيد بريك الهيبي، ونسأل الله جل وعلا نديم على نعمة الأمن والأمان والنعم والرخاء اللي احنا فيه، ونوفق ناصر السوهنا وأهله، وحنا شبه الشركة هذه عادة عندنا سنوية، أقول مرور الأولين والآخرين، بعضهم من 30 سنة احنا نتقاعد، لكن مع ذلك ما شاء الله يعني متماسكين مع بعضنا ونجتمع. الله يدم المحبة إن شاء الله. الله يجزاك خير ويديبك، وحنا نفرح بالأجيال اللي مثلك. عسى الله يديم أحلى الليالي ويشارك فرحنا كل غالي، وهلا يا ضياء الحفل كله لكم قادر فوق الراس عالي. بيوت القصيدة ولكم بالتراحب تقدم وصادق مشاعرنا السعيدة. هلا مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبة الله الله، لهم بالتراحب تقدم وهم بالمشاعر شاركونا. والله الطلعة ذي مية مية وناس، وسلمنا على زملائنا. والله يا ذالي أنا حظ 17 سنة ما شاء الله، أنا زي ما شاء الله تبارك الله، وانا عارف الله بطلع هذه، الله يبيض وجه من وجه الجميع ويبيض وجهكم كله. يا ديوانا وهل الضيف هنا يفضون منهم وصلنا الثاني، السماء
هلا 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 مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبة شرفونا لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا وهم بالمشاعر شاركونا هلا والقصيد انتم ضيوفة تباها من الفرحة حروفة عجز لا يعبر بالمعاني عن المنظر اللي هو يشوفه هلا مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبة شرفونا لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا نرحب بكم بأحلى القصايد ومكان الحفل بالنور زايد وما هو غريب الطيب منكم لكم بالوفا سلم وعوايد لكم الأشقر والمطايب هلا بالحبايب والقرايب تزيد السعادة من غلاكم ويهل الشعر مثل السحايب هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبة شرفونا لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا وفاكم ترى هذا دليلة بليلة ولا هي تكاشف بروقه في مخيله تكاشف بروقه في مخيله عسى الله يديم احلى الليالي ويشارك فرحنا كل غالي وهلا يا ضياء الحفل كله لكم قدر فوق الراس عالي هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبه شرفونا هلا هلا لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا من الجود وانواع الجمايل على مدحكم فعل ودلايل وبكم نادر الشعر يتغنى بالامجاد وبزين الخصايل بالامجاد وبزين الخصايل وجزيل الشعر فيكم نعيده على مطلع بيوت القصيده ولكم بالتراحب تقدم وصادق مشاعرنا السعيده كل غالي وهلا يا ضياء الحفل كله لكم قدر فوق الراس عالي لكم قدر فوق الراس عالي وجزيل الشعر فيكم نعيده على مطلع بيوت القصيده ولكم بالتراحب تقدم وصادق مشاعرنا السعيده هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبه شرفونا الله لهم بالتراحب هلا مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبة شرفونا لهم بالتراحم تقدم وهم بالمشاعر شاركونا وهم بالمشاعر شاركونا هلا والقصيد انتم ضيوفة تباها من الفرحة حروفة عجز لا يعبر بالمعاني عن المنظر اللي هو يشوفه هلا مرحبا باللي لفونا ومكان الحفل بالنور زايد وما هو غريب الطيب منكم لكم بالوفا سلم وعوايد لكم بالوفا سلم وعوايد على البن الأشقر والمطايب هلا بالحبايب والقرايب تزيد السعادة من غلاكم ويهل الشعر مثل السحايب هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبة شرفونا تكاشف بروقه في مخيله تكاشف بروقه في مخيله عسى الله يديم احلى الليالي ويشارك فرحنا كل غالي وهلا يا ضياء الحفل كله لكم قدر فوق الراس عالي هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبه
نحب الجميع. اهلا بمن اكرمنا وشرفنا بحضوره، مرحبا بكم جميعا. كما لا يفوتني ان ارحب بابناء اسعد ابو طالب، فلمسه وفاء منهم بحضورهم لهذه المناسبه للزملاء والدهم، فحياهم الله، اهلا وسهلا بكم. ترحب انت قدام وهم بالمشاعر شاركونا، هلا 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 مرحبا باللي لفونا، وبداعي المحبة شرفونا. لهم بك ترحب انت قدام وهم بالمشاعر شاركونا، وهم بالمشاعر شاركونا. هلا والقصيد انتم ضيوفة، تباها من الفرحة حروفة، عجز لا يعبر بالمعاني عن المنظر اللي هو يشوفه. هلا مرحبا باللي لفونا، وداعي المحبة شرفونا. هلا 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 مرحبا باللي لفونا، وداعي المحبة شرفونا. لهم بالترحيب انت قدم وهم بالمشاعر شاركونا، وهم بالمشاعر شاركونا. هلا والقصيد انتم ضيوفة، تباها من الفرحة حروفة، عجز لا يعبر بالمعاني عن المنظر اللي هو يشوفه. هلا مرحبا باللي لفونا، وداعي المحبة شرفونا. لهم بعد ترحيب انت قدام وهم بالمشاعر شاركونا. نرحب بكم بأحلى القصايد، ومكان الحفل بالنور الوفاس المو عوايد. نواف من غويزي من صاط الردادي. والنعم. ما عليك جود والله. والنعم. الصبيدات خوال جدي الله يرحمه. ما شاء الله تبارك الله. ويمبارك الله. الله يرحمه ويغفر له. الله يحييك والله. الله يبقيك. بارك الله فيك. فيك حبيبي. نواف بن غويزي بن صاطي بن سليمان الردادي الحربي. سعد عبد المحسن الحربي. حياك الله يا رايد الأحمد. هايض بن خلف الجابري. حياك الله. مرحبا اهلا وسهلا. حزام عبد الله التميمي المحمدي. والنعم. مالك زود الملك منصور خلف المطيري. والنعم. نعم خالد نويع عم مسعود اللقماني. حياك الله يا الاحمدي. والنعم. مالك زود اسمك ابو ثامر محمد البلادي. الله يحييك. والنعم. يا مرحبا ابو الشاعب الناهر الجامعي. حياك الله. والنعم. حياك الله محمد حسن. والنعم. مالك زود عبد العزيز موسى الشويش خيبر. والنعم. صالح السويان. صالح؟ صالح السويان. والنعم. صالح عبد الرحيم عبد الرحمن الخيبر. والنعم. عليك زود. سعود أنا سعيد السهل. سعود؟ سعود السهل. والنعم. الله ينعم عليك بارك الله فيك. حامد خليفة الزبالة. والنعم. يلا. أجلس عبد الله. الاسم؟ مساعد بن عبادة مطيري طلع. والله والنعم. والنعم. والله العكس. نايف بن هلال. والنعم. عبد الله بن نايف. والنعم. اسم مغازي عوض العوض. والنعم. يلا تفضل. نافع بن سبيل السهلي. نافع نافع بن سبيل السهلي. والنعم. خالي تراه خالي ما شاء الله. خال ابو تركي فهد البراك ما شاء الله. ايه والله والنعم. والنعم. وهذا سلطان الرياضي. حياك الله. الله يبقيك يا الله. اسمك حبيبي؟ محمد اللقماني. محمد اللقماني. والاسم؟ محمد مبارك عتيبي. والنعم. ما عليك زود. حياك الله. الله يحييك يا رايد. مرحبا والله. الله يبقيك. شرفتنا. شرف لنا حبيبي. نسلم عليك. موجود الان؟ عرف نفسك. مسعود الويشي المقدوي. والنعم. ما عليك زود. الله يجزاك خير. عندك شيء تبغى تقول عن الحفل؟ الجمعة المباركة. الله يجمعنا على طاعته. ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. الله يجزاك خير. يسلمك ان شاء الله. اسمك؟ نافع بن سبيل الشهلي. والنعم. ما عليك زود. الله يجزاك خير. هم سلطان سالم الرياضي. الله يبارك الجميع ان شاء الله. عايش رشيد بريك الهيبي.
قالت عيد الدبيس الجهني. أشكر أخويانا وزملانا قبل هذه الحفلة واللي جمعونا، جزاهم الله خير، وأشكر كل من سعى في هذا المشروع الناجح الطيب، جزا الله جميع خير. شكرا لك وشكرا لمن حضر. سعود أبوي عن الجهني، أشكر زملانا اللي مقيمين على الحفل هذا، ونشكرك أنت كمان، الله يعطيكم العافية. بخير الله بن علي بن نهار المحيثي الحنوي، نبارك ونهني زملانا بهذه المناسبة الطيبة اللي عمرها 5 سنوات الآن. رشحنا أخونا نواف الردادي على أن يقوم بالمهمة السنوية هنا، وتوافقنا واتفقنا أنها مرة واحدة في السنة ويقوم فيها نواف وزملائنا اللي حضرون، والله يوفقهم إن شاء الله وفي خدمة الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نهني الزملاء على هذا الاجتماع الطيب اللي أصبح له 5 سنوات، وهذا يدل على طيبهم ويدل على ترابطهم، والحمد لله على كل شيء. الاسم؟ الاسم سليمان سالم البلادي. حياك الله، فرصة سعيدة. أبو سامي البلادي لاحق. حياك الله، نشكر جميع الزملاء على إقامة هذا الحفل، وهذا شيء طيب، الله يجزاهم خير. عزاء البلادي. صباح الله بالخير. الله يجمعكم على خير دائما وابدا ان شاء الله. اسمي سعد عبد المحسن الحربي من دوريات الامن بمنطقه المدينه المنوره، وتشرف مع اخوياي افراد المرور باستراحه 10 سنوات لها هنا انا معاهم. وشكرا لقائم الحفل نواف غويزي واللي معه زملاء محمد رشيد حميد الشتيان، شكرا لكم كلكم صغير وكبير، وهذه فرحه تسر القلب كله. وشكرا لكم والله انها احسن ساعه هلاله بلقاها لوجيه افراد المرور وعلى الشيخ نواف، الله يبيض وجهه. الله يحييك والله يحييك. يبيض وجهه والله ان الله الفاق الامام شاكر حياكم الله. الجمع البارك، الجمع البارك والله. والله انها احسن ساعه عندنا هلاله دي. يلا حيه. اي والله. حياكم الله. يبيض الله وجهه. وجهك ابيض الله. ابو تركي. ابو تركي وجهك ابيض. والله انها احسن لاله هلاله عندنا. الله يحييه وهذا زملائنا. وهذه علاها. اللي جمعنا في المجموعه هذه كلها. الله يعزك ويرفع مقداركم. فالدارين يا رب. والله اخويانا كلهم اللي حضروا. ان شاء الله يحضرون السنه وكل سنه. ان شاء الله باذن الله. كلهم كل واحد. اي والله. اول شيء نسلم على الجميع كلهم، الله يحفظهم كلهم ويبارك فيهم وبصحتهم. اخوكم عبد العزيز عبد الله الملا، الله يبارك فيكم جميعا. نشكر اول واحد عم علي، الله يطول في عمره. ونشكر ابو تركي ابو علي عبد العزيز. اي والله عبد الخيل الله، الله يحفظه ويبارك فيه ويطول في عمره. وهذا ابو عبد الله، الله يجزاه خير. الله يحييك والله. ثم هم ترى ما صار هالاجتماع. نشكر الزملاء كلهم، الله يجزاهم خير. والله حتى انت مشاهد يا حبيبي. والله نحضر حضر خويا. هلا حياك الله. ابو تركي شو اسمك؟ ابو تركي. ابو تركي فهد البراكي. والنعم. الله المسعد من طيري. والنعم. مالكم زود. والنعم يا طلال. مالكم زود والله يا ابو. كيف الحفل ما شاء الله؟ ما شاء الله والله الجمع المبارك. قبلنا زملائنا وخير وبركه. ما شاء الله لا دائما. ان شاء الله. والله ان لو ودنا ان نفسر مرتين. اي والله ما شاء الله. ودنا نفسر مرتين. ابو نايف لو ودنا ان نفسر ونكمل، ولكن ظروف زملائنا بعض زملائنا ما تقطع يا شيخ. بعض ظروف زملائنا شفت هي اللي حدثنا في السنه مره. الحمد لله. احنا الان لنا 10 مره او 12 مره احنا نجتمع ان شاء الله. اجتماع اولها في شارع الملك عبد العزيز والله نعم. ما شاء الله. دراسه ابو عبد الله ما شاء الله. نواف ويج ودخل الله الحيثي ما شاء الله. الله يبيض وجه خيارنا كلهم الجميع. يبيض وجهك ابيض. وجهك ابيض. الله يسلمك.
هذا اخوي رايد يا مرحبا خالد اخوي دي ما سلمت يا مرحبا الله يحييك الاسم خالد الله يحييك متعب الدريميع الحربي والنعم يا مرحبا فيك الله يحييك جامعة الزملاء يا خالد يا مرحبا الاسم يا مرحبا يا لهو جزيل الجميع والله جميعنا خيانا زملائنا القدماء ما شاء الله شكرا لك الاسم حبيب علي اسمه علي علي الجابري علي الجابري الشاهد الخير المطرفي والنعم عدنا في جمع الزملائنا وعسى كل عام ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مبارك جابر احمد من افراد مرور المدينه متقاعدين وجزا الله الاخ نواف غويزي خير الجزاء الجمعه هذه سنويه اغلبنا متقاعدين درجه انه المتقاعدين اللي ما هم من منطقه المدينه وراحوا مناطق ثانيه يصفوا حساب اليوم هذا اللي نجتمع فيه ما شاء الله اجتماع مع الزملاء اللي لك عنهم 10 سنين اللي 5 سنين بس بعد الاجتماع ده الحمد لله كل سنه نتقابل الله يجزاه خير امين امين الشيخ عبد الرحيم عبد المطلب الاحمدي وادي الحرس الوطني طبعا رقيب متقاعد ونيابه ابو سلطان والزملاء الامور حقيقه اجتماع طيب ومبارك الله يحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم معاكم اخوكم صالح محمد حسن عليان رقيب اول متقاعد مرور المدينه المنوره كل عام وانتم بخير على جمعة الخير ان شاء الله شكرا لك حبيبي الله يحييكم حوض سعود بن مهل الشهلي من افراد مرور المدينه سابقا الله يجزي من جمع اخويانا خير ويكتب لها الاجر على هالجمعه الطيبه ويجعل ان شاء الله في ميزان حسناته عسى الله يجمعه في جنه الفردوس امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام غازي بن عوض العوفي من افراد مرور منطقه المدينه وكذا المقاعد والحمد لله على جامعه زملائنا وعلى من جمعنا والله يوفق الجميع ان شاء الله بصالح الاعمال والتوفيق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الله يحييك عندنا مع أخويانا المتقاعدين من إدارة مرور المدينة ونسأل الله جل وعلا أن يديم على نعمة الأمن والأمان والنعم والرخاء اللي احنا فيه ويوفقنا ويصل سوءنا وأهله وحنا الشركة هذه عادة عندنا سنوية أقول مرور الأولين والآخرين بعضهم من 30 سنة احنا متقاعد لكن مع ذلك ما شاء الله يعني متماسكين مع بعضنا ونجتمع الله يديم المحبة إن شاء الله الله يجزاك خير ويديبك وحنا نفرح بالرجال اللي مثلك الله يسلمك الرجال اللي في خير شروات احنا نتشرف فيك الله يشرفك عند مولاك ويحفظنا وياك فحنا نجتمع دائما في هذا المكان ونبيك طال عمرك يعني دائما تشرفنا إن شاء الله بإذن الله ما قصر وتحضر اجتماعنا بإذن الله وأنت من الرجال اللي فيهم الخير ويشرفونا هذا شهادة اعتز فيها الله يحفظها الوجه ويبارك لك إن شاء الله ويوفقنا وياك ونسأل الله لك التوفيق آمين يا رب هذا عمر بن خليفة السهلي ما شاء الله ابنك ها من طلبة جامعة الطيبة ما شاء الله الجامعة المباركة العريقة ما شاء الله نسأل الله أن يوفقه ويسدده آمين حياك الله نشكرك على جهودك هذه نشكر القائمين على الحفل والله يديمهم يا رب الله يوفقك ان شاء الله امين الله يجزاك خير يا هلا ويا مرحبا والله يحييهم خويانا والليلة والله أنا من أمتع الليالي جمعتنا مع خويانا المتقاعدين وجمع على طيب وعلى نقاه مثل ما يقولون وبرك الساعات والله وانت الله يعينك على النقل الله يعينك على النقل وإن كان فيها حسن فحسن حسن نقلك لنا الله يعطيك العافية يجزاك بالخير مساعد بن عباد أمطيري طال عمرك ما لك سوى بنفسك؟ لا في بيت حربي لا في الحربي والنعم في فعلا من سبيع المطرق قاعد جيت معك الزملاء من سعد سعيد الحسيني ونعم مبارك لكم الاجتماع الطيب يا الله يوفقكم ما قصرتم الله يكرمكم ان شاء الله جيتكم اجتماع طيب جيتكم تلاحم اي ما قصرتم على الاجتماع يا وانكم تشكرون عليه وتشكرون على الجهود وهذا ما فيه الا طيبه و التواصل بينكم بين بعض تعرفون التعارف ورافقكم ان شاء الله الاسم بس معلش الاسم رافع عبيد الحربي رافع عبيد الحربي والنعم فيك عبيد من سوفيا من الطرق من الطرق
نفسك. بندر محمد العوف. والنعم فيك. عليك جزاء. حياك الله. الله يبقيك. من سبيل المرور ولا؟ من سبيل المرور. ما شاء الله. مارد محمد الحربي. والنعم فيك. من سبيل المرور. ما شاء الله. حياكم الله. الله يبقيكم. كيف الجمعة؟ طيبة. طيب الحمد لله. ما شاء الله. كل سنة ها؟ كل سنة تعرفنا على الزملاء. ما شاء الله. بعض لنا 10 سنوات أنا 15 سنة. الحمد لله شفناهم. ما شاء الله. سلمنا عليهم. كم لك متقاعد؟ أنا لسه ما تقاعد. لسه؟ باقي لي سنة. قريب يعني. على وشك. والستار؟ لسه باقي لي سنة. لسه باقي لك ها؟ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في حبيب الحربي المنسوب لمرور منطقة المدينة المنورة. اجتماع الزملاء السنوي والتعارف والسلام على بعض، وهذا الشيء صراحة الشيء طيب ونشكر من وفكته ومن قام عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عوض بن سعود بن دبلان المحمد. والله الطلعة ذي مية مية وناس وسلمنا على زملائنا. والله يا ذالي أنا حظ 17 سنة ما شاء الله. أنا زين ما شاء الله تبارك الله. وأنا أعرف الله بطلعة ذي الله يبيض وجه من وجه الجميع ويبيض وجهكم كله ما شاء الله. الاسم حبيب؟ الاسم؟ أيه. عوض بن سعود الحمد لله. الاسم عايش بن مسجد المحضر المنسوبية المرور. والحمد لله الذي أمن علينا بهالنعمة وجمعنا مع زملائنا. والله أنه فضل كبير يوم نشوف زملائنا اللي خدمهم خدمة شرف، السلك العسكري بخدمة وطنهم ومليكهم. والله يديم النعمة علينا وعلى وطننا. محمد بن عوض بن سعود المحمدي. والنعم فيك. عمر بن عايش من مزيد مخلط. والنعم. ما عليك. حياكم الله. علي بن سالم الرداني. علي بن سالم الرداني. والنعم. حياكم الله. حياك الله. شرفنا فيكم جميعا. شرفنا. وجمعة طيبة للزملاء. هذا الليل المباركة. الله يديمها إن شاء الله كل عام. إن شاء الله. خلف خليفة الجابري. صراحة فرصة بس سعيدة أن يجتمع بهذا الكم من الزملاء والتعارف ونرجع على الأيام السابقة إن شاء الله، ونسأل الله أن يجمعنا مرات ومرات إن شاء الله. شكرا لك. الله الغائم شهر محمدي. الليلة نعتبرها ليلة عيد جامعة الزملاء هذه، وفرصة حقيقة لأنها لا تتعود أبدا. هذه أسعد ليلة أن نشوف بعضنا فيها ونسلم على بعضنا فيها. السلام عليكم شهادة العتيب. الليلة من ليالي الحياة. الله يجمعكم على المعزة ويكثر خيركم. خالد الجابري أشكركم على الجمعة الحلوة دي الطيبة ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير عنا. يعطيكم العافية. زايد المطيري صراحة أشكركم على التجمع. تجمع الزملاء شيء يفرح الصدر والله. تقابلنا ونبطين عن بعض وتقابلنا وشفنا بعض لنا كم عن بعض والله صراحة شيء بيض الوجه. بيض الله وجيهم كلهم الجميع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم؟ أنا بسلم عليه علي عيد إبراهيم. والنعم. الله يسلمه. طلال بن غارم الحمد. والنعم. ما عليك زود. محمد المزاني. محمد المزاني. والنعم. ما عليك زود. اسمك؟ عواض عليه الحربي. والنعم. ما عليك زود. حياكم الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. تعرف عليكم. عبد الله فيصل الحربي. والنعم. نعم من بريك الجابري. والنعم. سعيد رباح الجابري. والنعم. صالح الرشيدي. والنعم. ما عليك زود. زايد المطيري. والنعم. عايشة الحلوي. والنعم. يا مرحبا حياك الله علي الرشيدي. علي الرشيدي. والنعم. بيان السيري. والنعم. جايز ابو الرباح من مزن طال عمرك. والنعم. بن سلمان البيب. والنعم. معك زود الله يسلمك. طبعا. معك محمد الفرح رشيد. والنعم. عليك زود الله. التوفيق ان شاء الله. تفضل. عبد العزيز. العزيز وكعك. والنعم. نعم. نعم الحربي. والنعم. سلمي حجوري. والنعم. عزيز الحربي. والنعم. هذا اسمالي يعني. ما شاء الله. الاول الاول عالم طيري. ايوه. الثاني الطحطوح.
ايوه والثالث الثاني الحبيب شلون سعود جابر الاحمدي عبد الله بن غانم العروي عبد الله بن غانم العروي والنعم فيك وحياكم الله يا ابو تركي الماسي السلام عليكم طاوله تعرف على الله يكرمك الاسم ها اسمك صالح صالح والنعم فيك يا الحياة مش على صالح مش على صالح مفتي والنعم يا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا اجتماعنا السنوي جميع منسوبين المرور مرور منطقة المدينة المنورة وحضر جميع اليوم ونشكر الشيخ نواف الرداد يعني تحت هذا المكان ومعانا زميلنا العزيز عالم من علوم المرور طارق عتيق أبو زياد تسلم يا مرحبا مساء الخير اجتماع مبارك وهذه من الاجتماعات اللي احسن اجتماعات عندنا رمز احنا من رموز المرور اجتماعنا هذا السنوي يعززنا في كل مكان نشوف زملائنا واحبابنا واصحابنا والحمد لله وكل سنه ان شاء الله نكون باحسن وبخير ابو عبد الله تفضل ابو عبد الله زميلنا حبيب عبد الله الرشيدي والنعم والنعم زميل وغالي يحتاج والله في الساعات اللي اشوف جهه طيبه يعني والله من زمان عنهم هو بس قدام الكاميرا كده يتلخبط شايف والله ورا كاميرا انسان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الشغل يعطيك العافيه الله يعطيك زميلنا مزيد زايد مطيري والنعم والله يا زايد الكاميرا شغاله خلي حالك تفضل كلمه كلمه مناسبه الاجتماع عمو عاد رايد اليوم طارق حبيبي طارق والله من اليوم انا افكر فيه اشوفك هنا اقول هذا على شرفنا محمد عبد الله جاني والنعم شرف الحفل ما شاء الله طيب الله يبارك فيك الله طيب ما تعرفنا عليك او فواز مبارك الرداد نشكرك لانك نورت الحفل كله العفو الحفل بنور وما شاء الله عليك وسام بوجودك منور الحفل ما شاء الله الله يسعدك الله يبارك فيك ويحفظك فيك اي خلاص تمام اخذت مطارك تمام اخذت مطارك انك تصور هنا الله يسلمك عرف بالاسم ها عرف بالاسم هذا خوينا صالح مفتي خياننا في إدارة مرور منطقة المدينة المنورة سايق دراجة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يقويك ان شاء الله حياك الله شرفنا اليوم والحمد لله على سلامته الحمد لله على سلامته خير ونعمة الحمد لله اللي شفناه والله الحمد لله هذه الساعة المباركة الله يسعدكم الله يسعدك تعرف عليك الاسم عارف سليمان أجابه والنعم هذا ولده ما شاء الله هذا معنا زميل أيوه زميلنا محمد مفلح الرشيدي والعائلة جاي من تبوك خصوصيا للمناسبة دي ما شاء الله اخوان زملاء ما شاء الله 10 سنين ما شاء الله هذا من زملائنا القدامى في المدينة ونقدر تكرر سنويا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الله يقويكم ان شاء الله تفضل بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نلتقي في الزميل رشاد المطرفي من اعز الزملاء في ادارة المرور تفضل مشكور الله يحييك واني سعيد جدا بحضور حفل الزملاء ونتمنى لهم التوفيق وكل عام يسووا زي الحفل هذا وكمان ارحب حبيب الزميل حبيب الرشيدي الله يتمنى له حياة سعيدة ان شاء الله ياخذ الثمن ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك خلاص حياكم الله الله يبارك فيك الاسم عواض عليك الحربي والنعم مالك زوج ان شاء الله تبارك الله كيف الحفل ما يحتاج وجودكم الله يجزاكم الخير ما قصرتوا بيض الله يفرجكم ان شاء الله وياكم ان شاء الله والبقى بالرجال مطوعين الصعاب كل ما تقطع الوادي يردونها امشي قدامي واخذ السيف ولا
النصاب قبل ذيك الرموش تغطي عيونها. وغير احد شعراهم طال عمرك يقول سلمانا سلمانا، يقول سلمانا من يوم يبدا ضيفنا بدا بالتحية، مرحبا في مرحبا وتجي يا سوالف من بعدها. شوف يا صياف ترى ملعبه بالحيل حية، وانت يا صياف تنظر برقاها وتسمع رعدها. قال سلمكم سلم العرب، وصل العرب عرفوا حمية، والعلوم اللي لها تاريخ ما يحصى عددها. لو فتحنا بابها هل حين نختمها شوية، وبيوت أهل الشرف تبقى ولا نخلف عمدها. هذا يذكر لمع محاورات مع بني رشيد الله يرحمه. الله يرحمه. عليك السلام ورحمة الله. السلام. هلا حي الله على الله. الله يبارك فيك. هذا أحسن جمع محمد. الله يرحمه. أبو عبد العزيز علمك على أول احتفالية أشوفها من أول. يا الله سلام وجودك. الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحيي جميع في مكان جميع في مزرعة الشيخ نواف الردادي، ونرحب بكم في هذا الاجتماع السنوي لمنسوبي مرور المدينة المنورة، وحياكم الله جميعا. خير بداية لكل بداية القرآن الكريم للناشي عمر الخلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين لزكاتهم فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. كلمة يلقيها نيابة عن عموم الزملاء الشيخ منصور بن خلف المطيري، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة،
نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، نرحب بكم أجمل ترحيب في ليلة من ليالي الوفاء والأنس والبهاء. أحياكم الله أهلا ومرحبا، الهلا تنقل هلا والمرحبات والرحب تنقل رحب، لين تصل غايتك يا أغلى من نحب. مرحبا بالجميع، أهلا بمن أكرمنا وشرفنا بحضوره، مرحبا بكم جميعا. كما لا يفوتني أن أرحب بأبناء أسعد أبو طالب، فلمسة وفاء منهم لحضورهم لهذه المناسبة للزملاء والدهم، فحياهم الله أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أبو طلال، أهلا وسهلا بجميع مرة أخرى وبالضيوف الكرام. هذه قصيدة للشيخ دخيل الله البحيثي، ألقيها نيابة عنه نظرا لظروف الصحية. مرحبا في مرحبا بزملائنا والضيوف، باسم من قاد المهمة وقال أهلا هلا. مرحبا في مرحبا بزملائنا والضيوف، باسم من قاد المهمة وقال أهلا هلا. يوم جاء وقت العزيمة وحدتنا الظروف، قلت يا نواف قود المهمة والملا، وانت رجال المهمة موقفك معروف، وزمالك اللي معك داعي منك بالولا، وزمالك اللي معك داعي بينك بالولا. صح لسانك يا ابو علي، بيض الله وجهك. ارفع الصوت شوي يا ابو ايمن، وين انت؟ الله يديك. ارفع الصوت، الله يديك يا ابو ايمن. الله يا ابو علي شو صار؟ لنا الشاعر نايف بن سعد الرشيدي من قصائد زميلنا الشاعر سعد سعيد الرشيدي رحمه الله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساء الجميع بالخير والمسرات، وبيض الله وجهكم جميعا، وبيض الله وجه الشيخ نواف ابن فويزي الرداجي على جمع الأخوان والأصدقاء والمعارف. وأنا طبعا أعرفكم على اسمي، أنا أخوكم الشاعر والإعلامي نادي بن سعيد الدابي الرشيدي، وأخو زميلكم الشاعر سعد بن سعيد الرشيد الله يرحمه بنور. من وفاكم جينا لحضركم هذا يشرف، وجايب لكم قصائد من قصائد زميلكم الشاعر سعد بن سعيد الله يرحمه ويسكنه سيف الله. والله والله جمع هذا، كل واحد يستاهل قصيدة معلقة، يشهد الله. اي والله. ومن قصائد ابو نواف الله يرحمه يقول قبل امس، يقول امس الضحى عديت في راس مرقاب من ناطحات السحب شمال طابه، متعلن على مرتزيب وهضاب وكر الحراره، ومزبنن للذيابه فوقه يرسوم الهلالات وكتاب ابو زيد وذياب بن غانم بدابه، وانا بديت اللي بدو عكف الاشناب وقدام لبدو الضلع حاسب حسابه، وما قفل الى الرجاجيل قصاب اللي دخيله لاذبه، واعتزابه ما شجيع عقبها كل نهاب، والله دليل طول عمرها معابه، والعمر ما ينقص ولا يزود بحساب، من انتهي يومه تنوخ ارتسابه قاف ان كتبت فيه شرهات واعتاب جوت سيسانه وقفلت بابه. سلامتكم. هذه من قصايد ابو نواف الله يرحمه. الليبه المطراشه المقناصي اطوي فراشه. طيب هذه مطلوبها بشرو. من قصايد حقت المقناصي يقول الليبه المقناصي اطوي فراشه. نبغى الشفه من هضبه الشيخ ويمين. واللي ما يقدر لا يطول نقاشه، احنا ترانا بدري الصبح ماشيين من فوق جيب ما يصير سر قماشه، رمزه ثلاث احرف ورقمها 30 الى هزان عصير رابح وناشه، ثقلت موازينا وخفت موازين حفل حصارات، تسمع طشاشه تقول ثارت بالحميان،
تقول ثارت بالحماد والبركين وحنا الدلايل الليل والله غباشة ونعرف مدخل الضلعين من وين لمن ودلاج يترك باشة حنا عرق الصعيبات وارين ولا عرضنا الصيب والحر حاشة سوق والله حدورة للرمي ذرفين فم الله عند مسمارها ما حد الناشة ما لقفوها مخلفين أني أشين وسلامتك الله يعطيك العافية الله يسلمك حقا المنقرة أمس ربشروا والله ان كل قبيله لها حق ولها قصايد جازله وفيها حقها من رجالها لكن عاد من حصل شيء يستاهل هذه قصيده احنا كنا قاصين جهه تلعب بين الديار عنزه وبني ومرانا مضيفه المنقره البلوي والمنقره على السنان وعلى العنان وعلى الكرم بدون قصور فر الجميع ويقول له مضيف على الشارع وشاب من النار وكريم الله اذا انه ميت الله يرحمه اذا انه حي الله يطوله ويقول قبل ما اسمع خط طلع يوم مريت وزنت المرقب عسير المعدة شرقي عن الوادي وغربي ما سميت ادوس بنص الجيب والجيب هدى من هي الهدينة ومن هو البيت حرت بي الاقدام عيت تعدى قالوا مضيف المنقرة طيب الصيت شيخ المروس المشايخ يعدى كني من البنة المهيئة قهويت وانا مدول للعشاء والمغدى لو اني لازم عنها ما تعديت المعذنة لا يقول ليها يتعدى واخذت ما يلزم معي ثم عديت وشرد القيفان قمت اتبدد است المحاري لين ما عند شفيت زمال بحر من يمهن واستمد الشمس غابت في بحرها وانا مسيت في ليلة تنسى رايها ما يتقد ولديت بظروف النوم ولعبيت من الاحتساء عن الخبر ما يرد وطيت اقدامي وطيت باقدامي ارقاب العفاريت صرن على دربي ولادي مصد وسكت البيوت اللي تنومس وسويت قصيدة على القصايد اتبدى مدح ووفى ما هو شيء تمنيت للفعول اللي تمس على شده كثر ما عنهم سمعت وتوحيت في كل يوم ذكرهم يستجد هذه علوم المرجل هز نتيف ما يعلوم اللي ذا جاب ولا ود والطيب ورث يارث حي من ميت ولا الردي ما يصره لو تفدى لو كان ماله مال قارون وبخيت حطها على اليسرى ومر وتحدى وختامها بمسك طيب الصيت اللي بنقص العود هالعوده يند سلامتكم جميعا الله رحم الشاعر المزيد اللي بنختم قصيده والله طبعا الهدوء الهدوء يا الربع نبغى نسمع الله يحفظك والله قصيد واجد الله يجزاك خير والله قصيد واجد والروايات واجد وكل واحد يستاهل بس هذه القصيده ابو اخوي الله يطول عمره محمد بن سعيد ابو فهد الله يطول عمره ويستاهل قصيد وانت تستاهل واقول الى زعمت الشعر حضر من اقصاه ولا حضر الا كل جزل صعيبي تدق قطيع الوارد عقب مضماه والمندرك من رصاصه العطيبي وانا صخر تلقى في طنخه ومشاه وما يجيني طوعه والله غصيبي سلامي اللي توصل الدل وجماعه عدن قطينه من بعيد وقريبي يوم الزمان الشين والوقت مساه الداج ما رد بشتى واللهيبي وابو فهد ضلع العسير المعداه وبكاك حبله النشب والنشيدي مثل الجدي ما يجهله كل منتاه ولا غابي من الكواكب تغيبي عزمه جمل دايم بعيد المعشاه شيا الحمل ولا الخلاء ما يهيب تستاهل التقدير والوجه والجاه عزوتي يوم الطلب والطليب جاك الكلام الجد ما هو مناجاه وخاف من رضن علينا رقيبي والله الشعر توه ولو وصل منها هو يصعب على اللي يجد له من قلبي اخوكم الشاعر نافي بن سعيد الذئاب الرشيد وابو فهد استاهل تستاهلون كل شيء بيض لوجك مشاركه من الشاعر الكبير المعروف الشاعر سعد السليمي السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا بالبدايه نشكر الجميع الجمعاهم ونشكر القيمين على ما قاموا فيه لزملائهم ولا يستغربوها من اهله الليل هالفرحه كما ليله العيد في شوفكم اللي مضى عقب عامي عقب البطن والبعد وكثره التناشيد لكم تحيه الوفا واحترامي الله يوفقكم على الخير ويزيد عمومكم من دون عد لسامي عمومكم من دون عد لسامي بقدومكم يا هلال فخوتنا والتناجيد ولي ما قفل يفرض علي مقامي ونواف يجب كلنا فيه بنشيد جهز محله لاجلكم يا الحشامي وصلوا على اللي وحد الدين توحيد محمد المختار خير الانام سلامتكم صح مسامك بيض الوجه يشاركنا ضيف علينا الشاعر موفق الهجرة المطيري وليتفضل مشكورا أولا أحييكم تحية الإسلام
السلام عليكم جميعا، أشكركم وأهنيكم على هذه الجمعة الطيبة التي تنم عن الأخوة والوفاء والصداقة بين الزملاء. فالله يجمعكم كل عام على خير. تعال يا. طبعا أنا بغير عن الطرق الحجازي بأجيب جنوبي، لأني أنا ماني جنوبي. يقول يا لا 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 لي يا لا 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 أول القول نبدأ بسم أول القول بسم الله نبدأ الكلام ثم صلوا على ذكر النبي يا كرام يلا إنك توفقنا لدرب الرشاد وافلح اللي ذكر ربه وصلى وصام ثم مسي عليكم يا حضور الرجال والتحية لكم من بعد رد السلام اجتمعنا على عز ومعزة جميع اجتماع المحبة والسعد والوام اجتمعت وانيا من قريب وبعيد التواصل ما شاء الله عادة كل عام اجتمعت وانيا من بعيد وقريب التواصل ما شاء الله عادة كل عام والله أنا نهنيكم في كل العلوم الوفاء والأخوة زاد الاحترام والله أن المكاسب صحبة الطيبين النشامة ما تشعر بنوم بنزام وجعلكم تنعمون بخير طول السنين جتكم بيوت شعري كلها باهتمام اجتمعت وانيا من بعيد وقريب وتواصل ما شاء الله عادة كل عام يا لا 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 يا لا 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 وتواصل ما شاء الله عادة كل عام سلامتكم روح بزميلنا الله يشفيه صالح مفتي الله يشفي إن شاء الله وقام بالسلام إن شاء الله مشاركة للشاعر سعود بن عبيد الجابري السلام عليكم سبحان الله خير مني يا طيب كيف شخصيته أنا طيب بالله هذا بسيدة مع طلقة النجاسي بهدي سلامي لا يسمعون السلامي من قلبي وفي ما مشى درب غدار ناس Yeah.
أجلب على السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اسال الله العلي العظيم ان يجمعكم في هالموقع المبارك، ان يجمعنا واياكم في جنة النعيم. ولا ننسى يا اخواني يا زملائي عندكم هون معكم، زملائنا اللي حققت الظروف الصحيه للحرم، وزملائنا اللي كانوا معنا وانتقلوا من رحمه الله. لا ننساهم بالدعوه. الله يشفي المريض منهم ويرحم من توفى ويجمعنا بهم في جنة النعيم. قرب من المشاركة. والله ما يحسن من الزملاء الشعار اللي قبلي، شاركة تعبر عن نفسك. سلام الله على اللي في لقاهم نفتخر ونشيد، سلام من يده يكبودنا، سلام من يده يكبودنا لما الشمل عطشانه. تحية من ضميري للزملاء يقولها ترديد بعد ردي جمع على الملتقى جينا على شان. ترى ليلة تلم أهل الوفا وأهل المكارم عيد. إذا شاف الزملاء هالرجل كم شايف إخوانه. ترى خوة رجال الملك اللي يبغى لها جايين. حضور خوة وملح وزاد مع دمه وشريان. ترى الخوة على السيسان يبغى البنيها تشييد. يا طيب الخوة اللي قدرها مع السيسان. لما الله عطى الرجال دين وخلق ويشري بعدها ما يبلع عظم ربه رضوانه. عسى يوم السعادة في وجهه الطيبين سعيد. تعيدوا كلهم بخير، من الله سبحانه. اقول اللي سمعت قال المعرفه والعيد. وانا لي الشرف وجودكم لا شك عنوانه. تحيه واحترام المنحر من عايش بن زيد. يحافظها بالغياب ولا حظ ينطق لسانه. وسلامتك. صح لسانك يا عبد الله. يشاركنا ضيف علينا الشاعر محمد بن غايه ترجم مشاركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ترانا جينا ودنيا الوطن حضرنا وبدوان مثل الجبال الرواسي والبحور الدهو جميع مثل الجبال الرواسي والبحور الدهو جميع. الله يعز الوطن ومواطنه في ظل سلمان الحاكم اللي يمشي
سالم سلم سلم في واقع قديما بحدود 1255 من العثمانيين على قبائل المنطقة، وكان معهم جندي عربي، وغدوا العثمانيين وخرجوهم من المدينة ولزموهم من ضمن الأسرى. قال هاي حرب ليك وصيدة بيات فيك وتعتقوني، وجابوا الوصيدة واعتقوا وقالوا سلم تونيجيك من الله كتب لك النجاة. قال لنا لو حنا يوم ركزت عمود وجنودنا تمشي بوبير ومضى جينا كنا نجري صدق الله رعودي سيه الدفلي على الدرب غشام، وحرب حرب ولكن حرب يسود وبادت وبير على الحرب علام، جينا كما نار تلهب وقوده مثل القيامه يوم حشلات الاسلام، السيفين غرجات الحدود والمسعد اللي يترك الدرب قدام، يا ما خلى من شفنا من بروده ميري وشرف الحسين يرجي مرجان، ان كان ابو موجود لاي مجرود حتى جنود الترك تزبر من العام، لابد من يوم علاها من عوده حتى نسجيهم كرتي على السماء. نشكركم جميعا والسلام عليكم. صح زارك. الاسم حمد محمد رزيق العمري الحربي من مواليد الديرة الضمرية، وش تبون؟ الحرمة وحدة. ايش اسمها؟ العمل كان في الحوادث. لا قالوا لي روح معنا بعد التقاعد، وانا بعد التقاعد حطيت لي جنة، وقالوا روح معنا لدبي. دبي وش فيها دي؟ انا والله ما اعرفها، لا عمرني طلعت من الديرة اكثر مرة حتديرة في السنة. اقرب حقك. اوه. وقلت لهم يا جماعة والله ما قدروا، وش فيها دبي؟ قالوا حتى لو تبى جواز تجيب نص مليار، وانا ما عندي سالفه. وقلت لهم هاك صيده دي. يقول ماني رايح معكم يا لو تمدحون دبي. كذا مستريح وقالوا الحمد لله. تجاوزت اصحابي زمان الطرف والغي وفي غيرة المسلم على الدين والسنه ونخفي عليكم سلم. ميت يشيل حي. عسى الله لمني مثلي يدخلني الجنة. هذا القوة المخلوق تنقص شوي شوي. شبابه وتفكيره مركب على سنه. هوايا وغاية مطلبي يوم اشوف ابني. وديه لها وجاب الصوت والحنة. ولو اني بسوي شيء ما عاد عندي شيء. ظروفي ما تسمح لي وحطيت لي جنة. والايام ما تبقى على حال شمس وفي وهو المربعانيه تترك بلسنه، ويا ربي تجملني مع الناس وانا حي ومن ظن فيه الخير ما يستر الظلمه. ان شاء الله. هذه القصه اللي كانوا معنا ورحموا الى جوار ربهم عسى الله يرحمهم. لا أهدوك قصيدة الجعوة. نعم. يا الله يا اللي نكسمنا وطعنا أوامر في ديننا فقهتنا على لسان المصطفى، واتبعنا شرائع عن غيرنا ميزتنا، وكرمتنا وأمرتنا ما استطعنا نعبدك وإذا غلق العمر مثنا. تذكروا من كانوا العام معنا وحنا بكيناهم شوي وسكتنا، عسى لهم في جنة الخلد يعنى اللي مزاياها لها شوقتنا. ما كنا في يوم بهم اجتمعنا، أمالنا من عقبهم مشغلتنا، هذه نهايتنا وذا اجتمعنا. الأرض تقلب فوقنا لتحتنا، لمنا مثل سلامتكم، وعسى الله يرحم المات ويجزيكم إن شاء الله، ونشوفكم هالسنة وكل سنة. سبحان الله.
Thank you.
مشاعرنا السعيدة بيوت القصيدة ولكم بالتراحب تقدم وصادق مشاعرنا السعيدة هلا مرحبا باللي لفونا وداعي المحبة الله الله لهم بالتراحب تقدم وهم بالمشاعر شاركونا هلا 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 مرحبا باللي لفونا وداعي المحبة شرفونا حروف عجز لا يعبر بالمعاني عن المنظر اللي